نعم، حقيقة نعتقد أنه هذا الموضوع يحتاج إلى توازن وقرار حقيقي يهم الاقتصاد العراقي، وأهم قضية وهي قضية الطاقة والكهرباء والاستفادة من هذا الغاز وغيرها. بالتالي حقيقة أنا أعتقد أن الضغوطات الآن كبيرة جدا أمام الحكومة العراقية، وخاصة كذلك من دول إقليمية وجارة إيران وغيرها. بالتالي عليهم أن يحدوا من هذه أزمة الخلافات، وخاصة الخلافات الاقتصادية التي هي الآن حقيقة حرب الاقتصادية. العراق الآن ليس فقط هي خروقات سياسية وأمنية ومشاكل سياسية، بالتالي كذلك توجد مشاكل اقتصادية نحتاج إلى قرار حقيقي، وهو قرار ينفع الشارع العراقي، ينفع كل هذه الطبقات، وخاصة إنعاش القطاعات. وأهم قضية الطاقة، نعم سمعنا كثيرا في اتفاقيات السابقة منها الصين وغيرها ومد الجسور ومد هذه الطرق، نعم، لكن العراقيين حقيقة يتساءلون ويقولون متى نرى هذه الاتفاقيات؟ الكهرباء وخاصة الكهرباء، تم هدر على وزارة الكهرباء مليارات الدولارات، 60 وأكثر من 60 مليار دولار، ولا زلنا نحتاج إلى ميجاوات من قبل هذه الوزارة، نحتاج إلى نقل، نحتاج إلى توزيع، نحتاج إلى هذه الشبكات النقل حقيقة، صيانة المفروض تكون فيها صيانة حقيقية معمرة. كثير من الأمور يحتاجها هذا الشق، وخاصة الاقتصادي. نعم الاقتصاد في العراق يحتاج إلى تنمية اقتصادية، إلى نمو اقتصادي، إلى أناس حقيقيين يمسكون هذا الملف بالتالي طيب. نحن الآن نرى أشخاص ما لهم علاقة بالاقتصاد ولا لهم علاقة بالسياسة يتبوون هذه المراكز المهمة.